هذا هو الحال الذي تتعرض اليه مدينه الأريحة منذ 3 أيام الى تاريخ اليوم. القصف العنيف والدمار الذي لحق بمعظم المحلات والمباني التجاريه. هذا هو الشارع مدينه الأريحة، دمر تدميرا شبه كامل. هذا هو الحال الذي تعرضت اليه مدينه الأريحة في تاريخ 14/3/2012 للقصف وتدمير على يد عصابات الاسد. المعتز بالله.